بسالة وبكل بطولة ومع ابتسامة بريئة مرسومة على وجه ملائكي أنهكه الوجع تقول: لا بأس، ما هذه القوة يا عائشة؟ الطفلة فيها الماء في رأسها وسبينة بفيدة في ظهرها، درت لها العملية في وهران كانت ناجحة، هي دركا ولا يخرج لي ظهرها، دفعت لها الدوسي لتونس، المصاريف بزاف غالية، بغيت من الناس يعاونوني لها نحقق لها أمنيتها، ولا تقولي بغا نوقف كي خويا كي الناس. هنا في تونس باللي قالك يعالجوها في تونس، ورانا حابين إن شاء الله نمشيو تما واللي حاب يعاوننا إن شاء الله. مؤلمة هي الحياة، ففي الوقت الذي يلعب فيه أقرانها من الأطفال لا تحلم عائشة إلا بي. بغيت الناس يعاونوني باش نداوي نلعب كيما الأطفال اللي أنا باش نشوفهم بابا. لا يحتاج الوجع حديثا طويلا، عائشة اليوم لا تطالب بدمية ولا بلعبة بل بعلاج وفقط.